الغيم حامل دلشتين صغار تقطر عيونهم من دمع الله. حسيت من يومها صرت احتار، خفت مسكت الشمس تتجلى. ما الارض وقعت والفلا علا، هون الوقت هز السما وقال الرعد اخوت مثل هيك نهار طاح عباله الكون يتسلى. ليك يا غندي انا بالطول قدك عمرتين وانت بالفن قدي عشر مرات. غني مجاب لا يلوي على شيء، فهو ببلاعة طوع الشجر والخشب والحجر، وروض الطبيعة ورطم الحرف من شعر ونثر، فأمس عميلا فخريا للأدب كيف لا، وهو من جمع أهل القلم كمشكاة سوق عقار في كهفه. يعني كم يجي إلى فترة طويلة وعندها مخابرة وعم تشتغل وعندها هيئة إدارية وعندها نفس طبعاً من ناس كرام موجودين معنا، ولكن عملياً الجمعية هي الآن. يعني إذا بنشيل غانا كلنا ما بنعرف نعمل شيء. وعشقاً وخدمة فأنت منايا وحلم هنايا بدون هوايا أكاد جنة. يسعد مسلم. غندي إن فتحت على العالم أمين، شمت الأسم الروح وذلفت الشجون، ومن بعد ما انهارت قصور المعرفة صار الأمل معقود على كهف الفنون. شكرا لك. عشرين تاني قال الأول في صيف تاني هالسنة طوى المرة الجاية بس تعزم ضيف وتشوفني ضابط ثياب الصيف تبقى نبر قلي من الأول. خيالك فكر وتجلى، فنان شامل يحرسك الله، بهم الوطن والأهل والأصحاب، وشوف يلي بفنك تحلى. نشهد إلك يا غاندي ودياب، الكهف اللي كان بعتمة السرداب تحول عقيدك للفنون كتاب، وقبت مجد على الغيم تتعلق. شوية حبر بالإيد شو بتزيد، لو جيت عكهف الفنون تفوت وتشوف إنه الضوء شغل الإيد، وتشوف إنه الضوء شغل الإيد والعتم جرن بيد، حتى الوقت منحوت هوني حجار الزاوية عواميد، مطرح ما وصلت دعسة الأرميل سقف السما مفخوم. من زمان كانوا الناس يطلعوا من الكهف تينشافوا، بعد كهف الفنون صاروا بيفوتوا على الكهف تينشافوا. يلوهمها بروح العشق أحيانا ويغازلها أحيانا أخرى، فتبدو كأنها السحر أو بحر من العبر، فمن إحساسه انبثقت كلون الشمس في البصر. ميزة هذه اللوحة أنها ستقسم النور للمرة الأولى في هذه الأمسية.
الإعلامية، وأنا مشاركت اليوم فقط لأنه هيدا اللي